بقى الكواليس الاغنيه نفسها، يعني الكواليس جت ازاي الاغنيه، يعني عايزين الناس بقى ايه، مش عارفه الاغنيه ورا بتطلع، بس الناس مش عارفه الاغنيه دي مين. لا كواليس كواليس الاغنيه دي بالظبط كده اللي هقوله لك ده بالظبط. ماشي. ماشي عشان انا حاضر. احنا بنعمل فيلم لعلي ربيع اسمه بعد الشر. تمام. فانا في الشركه عموما مع احمد السبكي غير مطرب هو ابويا يعني، وكريم ده اخويا يعني، فاهم؟ فكل حاجه بتبقى قدامي خلع، عايزين نعمل غنوه لعلي، ما تدور لنا على غنوه بتقول كذا 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 وتعالى نعمل، احنا كده مع بعض يعني عمل يعني، فاهمني؟ فالمهم عملت له انا غنوه واثنين وثلاثه، قالوا لي لا مش ما مش هو ده الموضوع اللي احنا عايزينه وبتاع. خلاص تمام. فعلي ربيع قاعد مع كريم السبكي عندنا في المونتاج بيقول له ده انا هاني محروس، هاني محروس طبعا المنتج ومهندس صوت معروف طبعا. تمام. كان بعت لي اغنيه اسمعها كده يا كريم، فبجايد كده او ساتالانا ساتالانا لانا بس تمام. فقال له صدق حلوه كريم بصراحه، قال له صدق حلوه، قال له بجد، قال له اه، قال له ممكن يطلع منها حاجه. فكريم قام مكلم مين؟ حسن خلعي. يا حسن انا معايا الغنوه دي بتقول كذا كذا كذا، هبعت لك الجايد دلوقتي اسمعه. ماشي. وعايزين نعمل زيها لا مش نعمل زيها، واحنا عايزين نعملها. قلت له طب مين اللي عاملها يا كريم؟ قال لي ده مين؟ ده هاني محروس. تمام. وهاني واخدها من ناس برضو مشهوره اللي هو كريم اللي انتوا عارفينهم بقى ومصطفى حسن والناس اللي عاملينها. قلت له طب خلاص تعالى نكلم هاني ونظبط. قال لي طب مين يغني فيها؟ انا لسه لحد دلوقتي مش هغني يعني، انا بساعدهم لكن مين اللي يغني؟ مش انا، لان انا ممكن علي يقول لي طب انا عايز اغني، او قصقص يقول لي طب ما تحط لي كوبليه، فانا ماليش يعني ما بزنقش نفسي. انت بقى هي حاجه حلوه طبعا ليا جدا لما انزل مع فنان كبير زي علي ربيع وقصقص وفيلم كبير، بس دي بتيجي بالنصيب، جت ما جتش خلاص ما برميش نفسي يعني. اه. فالمهم قلت له انا الغنوه دي عشان تبقى حلوه قوي تعال نجيب مين؟ تعال نجيب عم عبد الباسط حموده. هو اللي يقول كان كتب تفوقني بصوته كده وبتاعه وتبقى حلو. وتعال نجيب محمود الليسي طبعا، فاهم؟ وانا لو في مكان اغني معاكم فيها، مفيش مكان خلاص. تمام. ليه؟ لان انا عامل حساب ان ممكن علي يغني حته وقصقص يغني حته، فانا خلاص تمام مفيش مشكله. وانا مش بص من الاخر برضو مش شاغل دماغي بالغنوه دي، لان انا مركز في اغنيتي انا واحمد شيبه بتاعه رمضان كريم اللي هي الجزء الثاني اللي هي الليله فرحي. انا هي دي بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان الغنوه دي فيها الممثلين كلهم بتوع المسلسل وعاملين فرح كبير، فبالنسبه لي حاجه كبيره، واحمد شيبه بالنسبه لي حاجه كبيره، فاهمني؟ فتمام. فانا بعمل لكم الغنوه دي خلاص. حلو. كنا احنا في رمضان، فالمهم كريم قال لي خلاص يا معلم نفذ لي بعد اذنك الغنوه دي، انت اللي امسك الغنوه دي ونفذها. حلو. قمت جايب الليسي في المهندسين بالظبط كده بعربيته، قلت له يلا بينا بعد الفطار. رحنا على بيت عم عباس حموده، تعالى يا عم عباس اركب. يا انتوا هتودوني فين؟ ومش قلت له اركب بس يا عم اركب ارجوك، ما يعرفش حاجه خالص عن الغير، ولا يعرف حاجه والله، ولا يعرف اي حاجه خالص. انتوا هتشقوني قلت له يا عم اركب خلصنا يا بيه، الله يخليك. رحنا عند هاني محروس. ايه يا ريس انت هتغني الكوبليه ده وانت عم عباس هيغني الكوبليه ده، وقسمتها وايه وانا قاعد. فهاني محروس قال لي يا حسن ده انا كمان كنت مكلم مين على الاغنيه دي؟ عم حمدي باتشان. حلو. قلت له يا ريت ده انا بحبه جدا، نروح نجيبه. يا ريت. لا هقول لك ايه اللي حصل بالظبط. قمنا احنا مغنيين احنا الثلاثه واتبقى كوبليه، شلناه لمين؟ لعم حمدي. عم حمدي جه لهاني تاني يوم قام يغني الايه؟ الحته. قام هاني محروس قام عامل الغنوه وقام ايه؟ بعتها لنا. ادي يا كريم اتفضل الايه؟ الاغنيه اهي خلاص؟ يلا هنصور. رحنا بعد في يوم معين بعد السحور، كان الفجر ده، كان الفجر ده، صلينا الفجر وبتاع مش عارف ايه وبتاع، قمنا داخلين ايه؟ في وزاره الزراعه، هم كانوا عاملين بقى طبعا سراير وبتاع كانه عنبر مستشفى المجانين وبتاع، وطبعا المخرج اسمه احمد عبد الوهاب بتاع الفيلم اللي هو عامل اكس واللي عامل مستر اكس ان شاء الله. فقمنا ايه؟ قمنا مصورين الغنوة. فانا كمان معايا قزم اللي هو اللي طالع في الاغنيه ده معايا في فرقتي، فقمت جايبه معايا، قلت ايه هينفع، وكلمتهم في قلت ايه، وخليتهم عملوا له لبس على قده بتاع اللي هو المجانين وطاقيه وبتاع، وكل واحد ايه عملنا له اللبس بتاعه
واللبس بتاعي ده انا اللي لبسته الاحمر ده، انا عندي بيجامه كده في البيت مرميه بتاع معاك ويلا توخده فاهم. اه احنا مجانين بقى وغنينا الغنوه دي كواليس الغنوه.